صباح الخير. دلوقتي احنا هنبتدي مع بعض المحاضرة اللي على الفوتو إلكتريك إفكت، التأثير الكهروضوئي. زي ما قلنا احنا ابتدينا الكلام بتاع المودرن فيزيكس من الهايبوثيسز بتاعت بلانك، لما هو قال انه الطاقة ما هيش كمية مستمرة، انما الطاقة بتتحرك في شكل كمات، وحدد الكمة دي ان هي بتتناسب مع تردد الاشعاع، وثابت التناسب ما بين الطاقة بتاعت الفوتون الواحد الكمة الواحدة، وقلنا قال كمة ما قالش وحدة، لان الكمة دي بتتغير على حسب الفريكونسي بتاع الاشعاع، فالكمة الواحدة بتبقى بتساوي اتش نيو. كويس، حلو. عايز ايه دي؟ لا هشام من هنا. فالحته دي يعني زي ما قلت لك، هو الراجل قال كلمه وعلى ضوءها قدر يفسر او يقدر يستنتج المعادله بتاع البلاك بودي راديشن، ويجيب المعادله ويطبقها على القياسات، يلاقي المعادله بتحقق القياسات عند كافه الاطوال الموجيه. فكانت طفره في العلم ان هو قال الكلمه دي بس، انه الطاقه بتبقى بتتناسب مع الفريكوانسي بتاع الاشعاع وما هيش كميه مستمره. على ضوءها بقى ابتدت تظهر حاجات لغايه النهارده ما زالت الكلام اللي هو قاله ماشي، يعني كل الناس اللي شغاله ابحاث بيطبقوا الكلام اللي قاله بلانك من سنه 1900، ادينا عدينا ال 2020 اهو. كويس، ولسه الكلام ما حدش قال لا الكلام ده فيه عيب. كويس، وبرغم كده ما زالوا بيقولوا عليها بلانك هايبوثيسز، افتراض بلانك. كويس، خلاص بقى اتعلموا من العلم، مفيش حاجة اسمها قانون أزلي مقدس، لا ده ممكن يطلع واحد من عندنا هنا من قلب المدرج يقوم مطلع فكرة، الفكرة دي تبقى أحسن من اللي قبل كده. أوكي، الله أعلم، يعني ممكن واحد بيطلع فكرة جديدة. كويس، حلو، إنما مازال لغاية النهاردة كل اللي احنا بندرسه بيقول أمين الافتراض بتاع بلانك مظبوط. كويس، تعالوا بقى نشوف حاجة كانت جامدة قوي اللي هو التأثير الكهروضوئي، وإيه المشاكل اللي لقوها في التأثير الكهروضوئي وما كانوش عارفين يفسروها. كويس، وبالرغم من إنه بلانك قال الكلام ده سنة 1900، إنما برضو ما كانوش فاهمين إيه اللي حاصل لحد ما جه أينشتاين في 1905 وأثبت الإيه أو شرح الموضوع. فتعالوا نتعرف على الموضوع. طبعا كان مع بداية القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاشر، كانت بقى ايه حكاية ايه انهم عارفين يعملوا انابيب ويفرغوها من الهواء، الامكانيات المعملية زادت، فبقوا كل واحد ايه يسرح بخياله ويعمل حاجة. كويس، ومن هنا بقى ظهرت الايه الاجهزة اللي فيها الفيكيوم تيوبز اللي بتشتغل كترانزستور بتاع قد كده وبتشتغل كترانزستور. كويس، مش عارف ايه ويطلعوا كذا. فتعالوا نشوف ايه حكايه التاثير الكهروضوئي. الجهاز بيبقى عباره عن انبوبه مفرغه من الهواء. انا بحب ارسمها مدوره، هتلاقي كتب بترسمها مطوله، كل واحد على حسب. انا اشتغلت على انبوبه مدوره، فعشان كده بحب ارسمها انبوبه مدوره. هعلي الصوت، حاضر. فدي انبوبه زجاجيه مفرغه من الهواء، ما فيهاش هواء، عاملين لها ايفاكويشن، شافتين بحيث ان هو مخلي اللي جوه ده فيكم فراغ. جوه بقى فيه ايه؟ قال لك فيه طرفين. طرف ده هنقول عليه الكاثود،
ودي الانود. يعني معنى كده هم ناويين يحطوا بوزيتيف فولتج هنا، يعني توصيل الدايره من الخارج بيبقى فيه بطاريه دي سي، البوزيتيف بتاعها هنا، وطبعا هيحطوا نانو اميتر او مايكرو اميتر علشان يقيسوا التيار. طبعا بالوضع ده كده البطاريه دي هتبقى بطاريه متغيره. بالوضع ده كده الحته دي فراغ، في فرق جهد، في مجال كهربي، وبالتالي في مجال كهربي بس مفيش تيار، لان الحته دي مفيهاش شحنات حره. سؤال صغير كده، هو مين اللي بيخلق التاني؟ المجال الكهربي هو اللي بيخلق الفرق الجهد، ولا فرق الجهد اللي بيخلق المجال الكهربي؟ مين اللي بيقول ان المجال الكهربي بيخلق فرق جهد؟ ومين اللي بيقول ان فرق الجهد بيخلق مجال كهربي؟ طيب هو لا فرق الجهد بيخلق مجال كهربي، ولا المجال الكهربي بيخلق فرق جهد. الناس اللي بتدرس فيزياء لقوا حاجة اسمها الشحنة. لما اشتغلوا على الشحنة دي كويس، عرفوا ان ليها تأثير، ان هي بتأثر بقوة على الشحنات التانية، فعرفوا حاجة اسمها المجال الكهربي اللي هو بيدي القوة لكل وحدة شحنة على الشحن. كويس، حلو، بقى فرحانين قوي، جايبين متجه بيقدر يحسب من خلاله القوة على اي شحنة، لان هو عارف القوة على ايه، على الشحنة الواحدة. جه قابل مسائل رياضية عنيفة قوي، كويس، بقى الفيكتور نفسه مشكلة، التعامل معاه صعب. قام واحد لقى حاجة اسمها دالة الجهد، دالة وسيطة لإمكان حساب الإلكتريك فيلد، كويس، وبالتالي الدالة البسيطة دي بقت فيها صفات جميلة قوي، بقت كونتينوس وسنجل فاليود، يعني أحادية القيمة ومتصلة وبتاع، وديفرينشيبل في الريجون، وشغلانه حلوه قوي. بقى كل الحكايه لما يبقى عنده مساله يقوم حاطط الايه؟ المعادله بتاعه الايه؟ الجهد. عرف المعادله بتاعه الجهد، بيطلع الالكتريك فيلد ان هو ناقص الجريدينت او ناقص التفاضل بتاع داله الجهد، وبالتالي عرف الفيكتور. انما قبل كده لما كان بيبقى عايز يحسب الالكتريك فيلد كفيكتور، مشكله بقى يقعد يشتغل بفيكتورز، والفيكتورز دي تضايقه وبتاع. انما داله مقياسيه حطها وطلعها واشتغل بيها. فهمتوا الفكره؟ فالناس مش فاهمه كده، لان احنا ما جرى العرف ان ايه، الناس بتعرف هي بتعمل ايه من غير ما تبقى. هو جه منين الكلام ده؟ لما تزني في اي حاجه في حياتك في العلم، ارجع للفيرست برينسيبل. كل لما كانت المساله صعبه، كل ما كان حلها بالفيرست برينسيبلز. هم كانوا بيعملوا ايه؟ كويس، هم جابوا دي ازاي؟ كويس، حلو، خلاص فهمنا ان فرق الجهد ما بيخلقش الكتريك فيلد ولا ايه. هم دي حاجات، يعني علشان البشر، يعني استغفر الله العظيم اذا جاز القول، ان ربنا ما خلقش فرق جهد، ربنا خلق ايه؟ شحنه. البني ادمين عايزين يدرسوها، فدرسوها من المنطق ده. ممكن واحد يجي يقول لك كل الكلام ده ارميه في الزباله، وتعالى ندرس بقى تاثير الشحنات من حته ثاني خالص. طبعا مش هيحصل، لانه يعني الكلام ده اترزق بقاله قرون، واخد بالك؟ ان ممكن واحد يطلع فكره جديده لدراسه الموضوع، اوكي؟ فانا عايز اقول لك ايه؟ ما تخلكش دايما، يعني احنا بنقول امين للناس اللي قبلنا اشتغلوا وعملوا كتر خيرهم، بس انا ممكن اجيب ايه الجديد اللي انا ممكن اعمله؟ ممكن افكر في حل المساله دي ازاي؟ ممكن احلها من هنا، هم بيحلوها مش عارف من ايه، لا انا احلها من حته تاني، كويس؟ يعني كان في مشكله مواجهانا في حته بتاع، فالولد واقف، فقلت له ايه؟ طب ما تبص، ما تعمل كونسرفيشن اوف انرجي. كونسرفيشن اوف انرجي دي حلت له المشكله كلها. يعني الناس كلها بتحط معادلات بكلكعه قد كده، هو لا، مسك الحاله دي وقال هحسب الانرجي هنا وهحسب الانرجي هنا واعمل عمليه كونسرفيشن، حلت له المشكله من غير ما يلجا لمعادلات سخيفه
وكبيره. فدايما ايه يعني بنقول امين للناس اللي اشتغلت وطلعت علم كتر خيرهم كويس، بس انا ليا دماغ ممكن افكر بطريقه تاني. اوكي ماشي. طيب نرجع تاني للموضوع. يبقى كده هو عنده انبوبه مفرغه من هواء، حط عليها بطاريه، حط عليها قوه دفعه كهربيه. البطاريه دي بتعمل قوه كيماويه على الشحنات اللي موجوده، يعني جاست وجودها هنا بيدفع الشحنات النيجاتيف البوزيتيف كده والنيجاتيف كده، واخد بالك؟ بس لانه الدايره مفتوحه هنا فالشحنات ما ايه ما بتكملش كويس، ما بتلفش، وبالتالي انت ما بتحسش ايه طيار. بس ثق تماما ان لو كان في سويتش هنا ورحت قافله عند السادن تشينج ده، عند التغير المفاجئ ده، هتلاقي في طيار صغير بيعدي كويس لحد ما الشحنات تتوزع ويبتدي يظهر لك فرق الجهد بسبب تواجد الشحنات في السلك ده، وبيبقى جوه هنا في ما بيسموه نون الكتروستاتيك فيلد، مجال غير كهروستاتيكي كويس، بيبقى موجود بسبب توزيع الشحنات جوه السلك. وده اذا اعتبرته ككاباستور كده، حتتين معدن وبينهم فراغ يبقى كاباستور كويس حلو. فالمفروض ان الكاباستور ده لو كان ده كاباستور كان هيشحن هنا موجب وهنا ايه سالب، فعند السادن تشينج بتبتدي الشحنات بتتحرك، هي مش عارفه رايحه فين كويس، هي تحت تاثير القوه بتاعه القوه الكيماويه بتاعه البطاريه، هيعاد توزيعها في الوسط. اعاده توزيعها في الوسط ده اللي بيدي لك ايه مجال كهربي. انا عارف ان انا رحت الحته بعيده شويه بس عشان نبقى فاهمين الحته يعني. اوكي نرجع تاني للموضوع. ادي الانبوبه المفرغه من الهواء وانا حطيت فرق جهد، خلينا بقى نتكلم بقى بلغه الناس العاديه يعني، مش هنتكلم علمي قوي يعني. مفيش حاجه اسمها حطيت فرق جهد، انت حطيت بطاريه يعني اثرت بقوه كيماويه على الشحنات فنتج عنها ظهور مجال كهربي هنا، وبالتالي يمكن حساب فرق جهد له خلاص. انما احنا كده بالبلدي زي بنمشي زي أمة لا اله الا الله كده زيهم معاهم كويس، انه في فرق جهد وفي مجال كهربي خلاص. اوكي ماشي، عشان بس ما احسش بس ان انا بضحك عليكم كويس، لا هو ده الحقيقه، هو ده الصح كويس. مفيش حاجه اسمها حطيت فرق جهد كويس، لا انت حطيت بطاريه اثرت القوه الكيماويه عملت اعاده لتوزيع الشحنه، اعاده توزيع الشحنه دي اوجدت لك قوه على الشحنات الثانيه، حسبنا لها مجال كهربي، والمجال الكهربي ده ممكن حسابه فرق جهد. احنا بقى بنقولها بالبلدي كده حطينا فرق جهد خلاص، حطينا فرق جهد يعني. اوكي مفيش تيار لان مفيش ايه شحنات تتحرك في الحته دي. ايه بقى هم كانوا عايزين ايه؟ عايزين ياخدوا المعدن ده وينزلوا عليه طاقه ضوئيه، ومتوقعين ايه؟ لما هينزل طاقه ضوئيه على المعدن ده كويس، فيقوم الالكترونز اللي هنا تكسب الطاقه من الضوء، قوم تتحرر من سطح المعدن وتحت تاثير القوة الكهربية بتاعت المجال الكهربي تتحرك في هذا الاتجاه ده، لما يوصل لهنا يبتدي يلف جوه السلك، وبالتالي المفروض ان هو يديني تيار. يعني هو منتظر انه يعدي تيار هنا عند اسقاط طاقة ضوئية. تمام؟ قبل كلام بلانك بالنسبة لهم هو بينزل ضوء هنا طاقة حلو قوي. قبل بلانك هو بيبص ايه؟ بجيب لمبة 1000 واط يبقى بنزل طاقة ضوئية كتير، 2000 تبقى كتير قوي وهكذا. فهو بيبص على الانتنسيتي بتاعت الضوء. يبقى قبل بلانك ما كانوش بيبصوا الا اللي على الانتنسيتي. انما احنا عارفين بفضل بلانك ان لازم ناخد في الاعتبار الايه الفريكوينسي. عملوا ايه في المعامل؟ زي ما بقول لك هم عايزين ينزلوا طاقه ضوئيه، الالكترونز اللي هنا تكسب الطاقه الضوئيه دي تتحرر تحت تاثير القوه بتاعه المجال الكهربي، يتحرك كده يديله تيار كده. ف
فهو كل اللي بيعمله بينزل ضوء ويشوف المايكروميتر ده بيقيس تيار ولا لا. اول ناس عملت التجارب دي ما كانتش طبعا واخده في الاعتبار الفريكوانسي خالص. حط ضوء على ماده ولتكن مثلا سيزيوم كوبر اي حاجه كويس، وابتدى ينزل طاقه ضوئيه كويس، ومستني بقى الايه المايكروميتر ده يقرا، ما بيقراش. فيقوم اللي جنبه يقول له ايه، نستنى عليه ساعه يمكن على بال ما الالكترونات اللي هنا دي تكسب طاقه ضوئيه وتتحرر هتاخد وقت، هيحصل تايم ديلي لانبعاث الالكترونات ده. ده اللي كانوا متخيلينه، بيته جنب التجربه ما بتايه ما بتقيس. طب يا عم زود الانتنسيتي، يزود الانتنسيتي، طب خليها 10 اضعاف، برضو الدايره ما بتنطقش، لحد ما اكيد ربنا كرم واحد قال له ايه، طب ما بلاش الضوء الاحمر اللي بنستعمله ده، ما نتيجي نستعمل ضوء اخضر ولا ضوء ازرق ونشوف ايه اللي هيحصل. فلقى انه مع تغيير الضوء كويس، التردد بتاع الضوء ابتدت الدايره تنطق كويس حلو، ولقى انه لو كان برضو الانتنس واطيه بس عند التردد ده بتقيس كويس، بتديله تيار، بس التيار ده بيزيد مع ايه، مع زياده الايه الانتنس بتاع الضوء. فابتدوا يبقى عندهم مشكله انه بقى الانتنس بتاعه الضوء بتؤثر والايه التردد بيأثر. قبل بلانك مفيش تفسير ليه الضوء ده بيغير كويس. فتعالوا نشوف ايه الميجرمنتس او الاوبزرفيشنز اللي هم لقوها. قال لك تعالى نعمل التجربه دي، نغير الفرق الجهد ده ونقيس التيار، بس نحط الفريكوانسي اللي بتشغل لي الايه الدايره، يعني هيثبت الايه الفريكوانسي. هو مش عارف انه لازم الفريكوانسي دي تبقى مختار كده، لا هو لقى في المعمل انه لما بيحط الفريكوانسي دي الدايره بتنطق، خليه حلو قوي. العب بقى في ان انا ايه اغير فرق الجهد واغير الانتنسيتي واشوف التيار. فتعالوا نتخيل مع بعض ان احنا واقفين في المعمل بنغير الجهد بتاع البطاريه دي، وبالتالي بيتغير فرق الجهد ده وبيتغير التيار. طبعا انا مش في معمل دلوقتي، انا على التخته، فهتخيل معاك ازاي لو انا هعمل التجربه دي وخدت النتائج ازاي هقدر ارسم فرق الجهد او التيار قصاد فرق الجهد. بس انا عارف دلوقتي انه انا عندي فريكوانسي دلوقتي هقول ان هي كبيره، قبل بلانك هقول ان هي كبيره كويس حلو، واقوم متخيل كده ان انا برسم باخد قياسات ما بين التيار، طبعا التيار بالمايكرو امبير او بالنانو امبير على حسب الايه الشغل بتاعنا، وفرق الجهد في بالفولت. عايز اقنعك بقى بالجراف، انا ما بعملش تجربه فعايز بالعقل كده. فهبتدي منين؟ هبتدي من الحته دي، لما احط فرق جهد كبير بالعقل كده، لما احط فرق جهد كبير فالمفروض ان انا هوصل لاعلى معدل لسريان الالكترونات، والتيار هو معدل سريان شحن تمام. يبقى اكيد عند الجهود العاليه قوي هلاقي الكرنت التيار بيوصل للماكسيموم ساتوريشن فاليو بتاعته، يعني بيقترب من قيمه، يعني هي دي خلاص هتبقى قيمه الايه الثبات، اللي هو بيقول انه كده معدل سريان الالكترونات اعلى ما يمكن. لو ابتديت اقلل فرق الجهد ده يبقى المفروض ايه اللي يحصل؟ ان معدل السريان بتاع الشحنات ده ايه؟ يقل. فالمتوقع انه الايه؟ التيار يقل. يعني المفروض ان انا لو بقلل الجهد يبقى انا عارف ان التيار كده هيبتدي يقل. هتقول لي
ايدك ما راحتش للصفر. ليه؟ لما فرق الجهد بصفر التيار مش بصفر. احنا هنقولها بس عشان ما تلبخش دماغنا الحته دي، انه فرق الجهد بصفر في تيار معناها ان في الكترونات بتنبعث هنا بكاينيتك انرجي عاليه كافيه ان هي تعدي للناحيه الثانيه، ولما بتوصل للناحيه الثانيه بتبتدي تلف في دايره فبيجي لك تيار. كويس؟ ده كده حته يعني اكيد في الاول ما كانوش فاهمينها. كويس؟ ده اللي جاي قال عن مش فاهمينه ازاي. فلقى ان علشان يوقف التيار ده لازم يغير البولاريتي بتاع البطاريه، يعني لازم الالكترونات دي بدل ما يشدها ايه؟ يضادها، يزقها، ما يخليها مش يسحبها، لا ده هي جايه له، جايه منهمره رحاله. هو علشان يوقف التيار ده لازم ايه؟ يدي الكتريك فيلد بالايه؟ بالعكس، ان هو يزقها مش ايه؟ مش يشدها. فلقوا ان التيار ده بيبتدي يقل عند الجهد السالب لحد ما ينزل هنا لايه؟ للصفر. ده كده السموث كيرف ده. ولو عند جهد معين سالب، كويس، اللي بيحصل ايه؟ ان التيار بيقف. كويس؟ حلو قوي. ده وهو شغال عند انتنسيتي اي 1. ايه ده اللي بيحصل؟ ده احنا واقفين مع بعض في التجربه ورسمنا وبنحاول بس ايه علشان ما نصدمكش بالجراف، بنحاول حته حته ايه نقول ايه اللي بيحصل. زودوا الانتنسي، قال لك حلو قوي، لما هزود الانتنسي بالعقل كده من منطقه انه الالكترونز هنا هتبقى طالعه بانتنسي عاليه، اسف، بطاقه عاليه، لان هو بالنسبه له انا عندي الكترونات وبنزل طاقه، فكل الكترون بقى وشطارته يشفط اللي هو عايزه من الطاقه. ده تفكيرهم. كويس؟ حلو. فهو متخيل ان هو لما بيزود الانتنسي الالكترون بياخد طاقه على قد ما يقدر ياخدها. كويس؟ حلو. وبالتالي متخيل ان الالكترون طالع بطاقه عاليه وبالتالي بانرجي عاليه، فعنده كاينيتك انرجي عاليه، فبيعدي وبيديله ايه؟ تيار. فالمتوقع او هم توقعوا ان هو لما يزود الانتنسي، كويس، هو لسه مش قادر يفهم حته الفريكونسي خالص، او محدش جاب له سيره تاثير الفريكونسي، هو ده اللي اكتشفه في المعمل. طيب فابتدى ايه؟ يزود الانتنسي، متخيل ان الطاقه بتاعت الالكترون، الطاقه نفسها بتاعت الالكترون الواحد اللي طالع هي اللي عاليه، وبالتالي متوقع ان التيار يكون عالي بسبب انه كميه الحركه بتاعت الالكترون هي ايه؟ عاليه. ده تفكيره. كويس؟ فلقى فعلا في المعمل انه الساتوريشن فاليو بتاعت التيار بتعلى. كويس؟ وبعدين برضه بنفس المنطق بتبتدي تقل. كان متوقع بقى ايه؟ انه علشان يوقف الالكترونات الشديده دي محتاج يحط ايه؟ فرق جهد سالب اكبر كمقدار، لان هو متخيل كده انا ايه؟ الالكترونات عندي داخله حرب وجايين كلهم بطاقه عاليه. كويس؟ فمتوقع انه الجراف ده ينزل هنا او هنا، واخد بالك؟ وكل ما يزود الانتنسي مستني ان هو كده. حلو. متخيل انا اول شاب كان مثلا بيعمل تجربه او بيعمل ماجستير في الحته دي، وفوجئ انه الجراف ده بينزل عند نفس المقدار بتاع الستوبنج بوتنشال لما مثبت الفريكونسي، يعني هنا الفريكونسي كبيره وثابته وبيزود الايه؟ الانتنسيتي. كويس؟ فالواد ده اكيد كان متوقع انه الفولت ده يبقى عشان يوقف التيار ده محتاج لفرق جهد ايه؟ اكبر كسالب. كويس؟ بالمنطق بتاع ايه؟ ان الالكترون واخد طاقه كبيره عن المره اللي فاتت. كويس؟ يعني هنا الالكترون الواحد من منطقهم هم قبل البلانك، الطاقه بتاعت الالكترون اللي طالع اكبر صغيره وهنا طاقته اكبر، فعشان اوقفه بوقفه هنا بجهد صغير وهنا بوقفه بجهد. طلع الكلام ده مش مظبوط،
اكيد لو هو مسجل ماجستير مع دكتور ولا بتاع يقول له لا انت حمار روح قيس تاني كويس. فلما بيقيس تاني بيلاقي نفس الكلام بيشك في نفسه اكتر. فالدنيا ما مشيتش بالسلاسه اللي احنا النهارده بنقولها بص ام لا كذا لا كذا علشان يوصل لكده ده الناس شككت فيه وهو شك في نفسه وما بقاش فاهم ويقول لك لا انا اكيد بعمل حاجه غلط لا واعيد التجربه واعيدها 10 مرات و100 مره وهكذا. اوكي انما لقوا انه عندي انتنستي اي 2 حيث اي 2 دي اكبر من اي 1 جميل قوي ان التيار الماكسيمم ساتوريشن فاليو بتاعته بتزيد والفاليوز عند كل بوتنشال بتبقى زياده بس بيجي عند نفس الستوبنج بوتنشال يبقى ده بقت فيه علامه استفهام كبيره انه في جهد مسمينه الستوبنج بوتنشال اللي هو بالعربي بنقول عليه جهد الايقاف عنده التيار بينزل لصفر لما تكون الفريكوانسي كبيره كويس بغض النظر عن الانتنسي بتاعت الضوء دي اول مشكله حلو فدي كان من الصعب ان هم يفسروها واحد تاني في معمل تاني قال لك طيب اما اشوف حكايه الفريكوانسي دي بتعمل ايه واشوف ايه القياسات اللي عندي بتحصل ايه فواحد منهم ابتدى يفكر ان يشوف تغير الستوبنج بوتنشال مع الفريكوانسي لقى مع تغيير الفريكوانسي كويس بغض النظر عن الانتنسي ما هو خلاص عرف ان الانتنسي ما بتاثرش على ايه على الستوبنج بوتنشال فابتدى يشوف تاثير الفريكوانسي على الستوبنج بوتنشال يبقى تاني حاجه بنشوفها يا افضل امشي لحد هنا ممكن هشوف the effect of frequency on V node اللي هو ال stopping potential كويس هنشوف تأثير ال frequency على ال stopping potential يعني واحد نوى كده يجيب خليه كهروضوئيه ويحط بقى معدن محدد معرف كويس ويبتدي يثبت الانتنسي او يلعب في الانتنسي مش فارقه معاه لانه عارف خلاص من التجربه الاولانيه ان السوفك بوتنشال ما بيتاثرش بالانتنسي وبيغير الفريكوانسي كويس وبيشوف الايه تاثيرها على مقدار السوفك بوتنشال فرق الجهد اللي يحطه علشان يوقف التيار وابتدى عايز يرسم العلاقة ما بين الستوبنج بوتنشال بالفولتس والفريكوانسي بالهرتز او بالسكند وصناص واحد وطالما بنتكلم على فوتو الكتريك افكت يعني بنتكلم على تأثير كهروضوئي يعني بنتكلم على ضوء مرئي بتبقى الفريكوانسي في الرينج بتاع 10^14 هرتز كويس وابتدى ايه يغير الفريكوانسي ويقيس الايه الستوبنج بوتنشال لقى الوضع ايه لقى الوضع ان هو عند الفريكوانسيز الواطيه اساسا الدايره عنده مش شغاله فمش قادر يقيس اي حاجه هنا من اول فريكوانسي معينه ابتدت الدايره تنطق فابتدى يظبط الدايره علشان يقيس التيار الفولت اللي عندها التيار هينزل لصفر ويحدد مقدار الايه الستوبنج بوتنشال يزود الفريكوانسي الدايره شغاله ابتدت تنطق معاه يقعد ايه يزود فرق الجهد ده بالسالب لحد ما ايه ينزل التيار لايه لصفر يوقع نقطه ثانيه وهكذا بنفس الايه الماده بتاعه الايه الكاثود فلقى ان العلاقه بتبقى لينير البني ادمين لما بيلاقوا حاجه لينير بينبسطوا قوي حلو اي حاجه بتتغير لينير
اي حاجة بتتغير لينير بتبقى الدنيا مريحة للبني ادمين قوي. تمام؟ حلو. فقال لك جميل قوي. لا لا خط مستقيم، اي واحد بيعمل اي تجربة في اي حتة يلاقي خط مستقيم ومحاسب له السلوب، الميل بتاع الخط المستقيم ده. والميل ده هتبقى وحداته ايه؟ فولت على سكند اس ناقص واحد، يبقى فولت سكند. يبقى المقدار ده هيبقى السلوب ده ثابت ووحداته هو لقى مقدار كده وبيساوي كذا وبالفولت سكند. حلو قوي. ده وهو مستعمل كاثود بماده معينه. قال لك طب لما اشوف ماده ثانيه كويس ايه اللي هيحصل؟ ماده ثانيه لقى ايه؟ لان النقطه دي بتتغير عند فريكوانسي تانية، انما بيطلع الخط برضه مستقيم وموازي للخط الاولاني، يعني له نفس الايه السلوب، يعني في حاجه ثابته بتجيب العلاقه ما بين الستوبنج بوتنشال والفريكوانسي. الميل ثابت، دي ماتيريال نمره واحد دي ماتيريال نمره واحد ودي ماتيريال نمره اتنين، ولو جاب ماتيريال ثالثه بيلاقيها كده كويس. ويبقى معنى كده ان كل ماده لازم تشتغل عند رينج اوف فريكوانسيز اكبر من سيرتن مينيموم فاليو. فالفريكوانسي دي ادوها رمز نيو نود وسموها ثريشولد فريكوانسي، وبقت الماتيريال الاولانيه ليها نيو نود 1 وللثانيه ليها نيو نود 2 كويس. كل ما يغير ماتيريال يلاقي الفريكوانسي دي بتتغير، يعني اذا الفريكوانسي دي بقت بتعبر عن خاصيه الماده، يعني ممكن بمعلوميه الفريكوانسي دي يعرف الايه الماده. تمام. والسلوب ده ثابت كويس، يعني دلتا في نود على دلتا الفريكوانسي ايكوال كونستنت. يبقى كان عنده مشكلة، هل الالكترون بياخد وقت علشان يكتسب طاقة ويطلع هنا؟ يعني لو كان حط اي فريكوانسي واستنى مليون سنة كانت الدايرة هتنطق، ده اللي كان عندهم. هل لما بيزود الانتنسي الطاقة اللي بياخدها الالكترون بتكتر وبالتالي بتبقى طاقته عالية فالحركة عالية؟ فاذا التجارب المعملية جميلة بس نتائجها لما ما تفكرش فيها، سوري في الكلمة، تضللك. يعني هو زي ما قلت لك قبل كده ان هو مستني هنا كان ان الستوبنج بوتنشال ده يتغير مع ايه؟ مع تغير الانتنسيتي، باعتبار انه الالكترون الطاقه بتاعته عاليه. لا لا الستوبنج بوتنشال ده ثابت كويس. غير الفريكوانسي لقى الستوبنج بوتنشال بتتغير، والمشكله انه لقى لينير، العلاقه لينير. ايه الحاجه الثابته اللي بتربط ما بين الاثنين كويس؟ فكان لغايه قبل اينشتاين برغم كلام بلانك 1900 الا ان ما حدش فسر الكلام ده الا بعد 5 سنين كويس. اللي احنا بنقوله هنا دلوقتي ايه واحنا قاعدين بنقزز لب، هم قعدوا 5 سنين عشان يطلع اينشتاين بجلاله قدره يفسر لهم ايه اللي بيحصل كويس. فاينشتاين قال ايه؟ قال لهم بلانك قال، بس هو ما جابش سيره بلانك، ما هو ده الكلام اللي قاله بلانك. ما عشان كده انا في المحاضره اللي فاتت قلت لك ايه، في ناس سرقت بلانك وخدت منه حاجه، فهو خد الكلام من بق بلانك كويس، سرقه كويس. طبعا ما سرقوش ولا حاجه، يعني هو قدر يبلور الكلام بتاعه على تجربه الفوتو الكتريك فاكتور.
فقال انه بلانك قال ان الطاقه بتنزل في شكل ايه؟ كمات. فهو قال لك ايه؟ لا، يبقى الالكترون الواحد هنا، الالكترون الواحد اللي هنا بيكسب الطاقه بتاعت كمه واحده بس. الالكترونات عددها كبير قوي والطاقه الضوئيه اللي نازله فيها كمات كبيره قوي، بس مفيش جشع، مفيش تغول، لا، هو الالكترون الواحد بياخد الطاقه بتاعت ايه؟ فوتون واحد. كويس؟ يا نفعته يا ما نفعتهوش، لا، ده هو ما بياخدش الطاقه دي الا لو كانت ايه؟ هتنفعه. يعني لو الطاقه دي ما تنفعوش، وده اللي هنشوفه قدام شويه، ما يتعاملش معاها، يبص لها بقرف، مش عايزك، ما تفيدنيش. انما لو كانت الطاقه دي هتفيده في انه يعمل حاجه، فبيكتسب الطاقه دي. من وجهه اينشتاين قال لهم ايه؟ انا هبص للمعدن ده ان جواه الالكترونات، وان هو قافش على الالكترون ده. لما بيكتسب الطاقه بتاعت فوتون واحد، اللي هي زي ما قال بلانك بتعتمد على الفريكوانسي، لو كانت الطاقه دي كافيه انه يتحرر من السطح، هيتحرر من السطح. ما كانتش كافيه، هيتهز جوه شويه بكاينتيك انرجي شويه زياده وخلاص، ومش هيطلع، وبالتالي انت مش هتحس بيه في الدايره. انما لما تزود له الفريكوانسي اللي تخليه قادر ان هو يتحرر من السطح، هيتحرر من السطح. ولو كانت الطاقه دي اكتر من التحرر ده، هيطلع بكاينتيك انرجي كمان تقدر تساعده في الحركه من الكاثود للانود. ده كان تصور اينشتاين، انه الالكترون مبذول عليه شغل، بياخد الطاقه دي، بيتحرر من عائق السطح، وبيطلع بكاينتيك انرجي. عشان تحسها، تابع معايا الاكزامبل الزغنطه ده كده. كويس؟ انا ماسك واد قافش فيه كده. كويس؟ حلو. انت بقى نفسك ايه؟ تحرر زميلك من الايه؟ من الماسكه اللي انا ماسكها دي. كويس؟ بس انت عارف ان انا ايه؟ ممكن تضحك عليا وتدي له زقه واحده، مش 100 زقه. لانك لو جيت اديته زقه، هقوم انا ايه؟ بعدك. كويس؟ فهي انت هتدي له زقه واحده، فهتحط كل طاقتك في الزقه دي. فلو كانت الزقه دي اقل من قوه ايدي، الواد ده هيترج جوايا كده ومش هيتحرر. بينما لو كانت الزقه جامده، ايدي هتفك. كويس؟ ولو كانت جامده قوي، ايدي هتفك والواد يطلع بايه؟ بيجري. هو ده تصور اينشتاين لوضع الالكترون جوه المعدن. تمام؟ ومن هنا ابتدى يعمل ديريفيشن لمعادله فيها ثلاثه تيرمز، خد عليها جائزه نوبل سنه 1905، هنستنتجها مع بعض، بس مش هيدونا حاجه. كويس؟ فتعالوا نفكر بمنطقه ونبتدي نقول هو جاب المعادله ازاي. المعادله لما هتقراها في الورق مش حلو، انما لما كده ايه نغنيها سوا مع بعض كده، هتبتدي ايه تحس بايه؟ بحلاوه المعادله. كويس؟ فاحنا هنبتدي بالمعادله بالبقين اللي احنا قلناهم لتصور اينشتاين للالكترون بيتغير ازاي، بيتحرك ازاي، ونبتدي نحولها لايه؟ لرموز. بس لازم بعد كده الرموز دي كلها ايه؟ تبقى حاضره معانا. فهنبتدي نستنتج مع بعض ويبقى انا طالما بتكلم بقى على ان احنا هنستنتج المعادله بتاعت اينشتاين للفوتو الكتريك افكت، يبقى اكيد بنتكلم على دايره حاطط فيها فريكوانسي تحرر الكترونز. مش معقوله ما تبقاش بتحرر الكترونز. يعني الشرط دلوقتي ان انا بنتكلم على فريكوانسي عاليه. الفريكوانسي العاليه دي انت عارف ان هي بتتغير من ماتيريال للتانيه على حسب الجراف، وادوها رمز نيو نود. نيو نود دي بيسموها ثريشولد فريكوانسي. لما ترجمها للعربي
تردد العتبه، العتبه الخشب اللي بتتحط على البيبان عشان لما تطلق اوضه ميه في الاوضه ما تعديش للناحيه الثانيه. فالثريشولد فريكوانسي يعني معناها التردد، اللي لو التردد زاد عنه الالكترون هيخطي العتبه بتاعت الايه؟ المعدن. اوكي؟ ده معنى الكلام، ان احنا لازم نبقى بنتكلم على انه الفريكونسيز اللي بنشتغل بيها اكبر من او بتساوي النيو نود. تمام؟ هنستنتج مع بعض دلوقتي اينشتاين ريليشن فور ذا فوتو الكتريك افكت. هو قال ايه؟ الطاقة اللي بيكتسبها الالكترون من الفوتون الواحد كويس بيستغلها في حاجتين، انه يتغلب على عائق السطح ويطلع بايه؟ بكاينتيك انرجي. بس خلاص خلصت المعادلة. فالطرف الشمال بتاعنا ذا انرجي جيند باي 1 الكترون. كان قبل اينشتاين وقبل بلانك كانت الطاقه دي بالنسبه لهم والله هي سبهلله بقى، اللي يقدر يكسب يكسب. لا، من بعد اينشتاين كويس هي ذا انرجي اوف 1 فوتون. وصاحبي بلانك قال ان الانرجي بتاعت 1 فوتون بتساوي اتش في الايه؟ في الفريكونسي بتاع الضوء اللي انا ايه؟ منزله. يبقى هو حدد الكميه اللي بيكسبها الالكترون من الايه؟ الطاقه الضوئيه. دي يا عم بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع 2 ترمز. كويس؟ الترم الاولاني مقدار الطاقه اللي بيحتاجها علشان يتغلب على عائق السطح. فبص انا هكتبها ازاي؟ هكتبها ذا وهسيب بياضه واكتب ايه؟ الطاقه اللازمه للتحرر من غالب من عائق السطح. The energy required to overcome يتغلب the surface barrier. كأن السطح ده بيمثل عائق من الطاقة قصاد حركة الإلكترون. حلو؟ أنا سايب مسافة هنا مقصودة. كويس؟ حلو؟ والنقط دي لسه عايز أقول حاجة، إنما كده بالعقل. إديتك فلوس علشان تجيب بيها قميص وبنطلون. يبقى القميص اللي يبقى الفلوس اللي أنا اديتها لك بتساوي فلوس القميص زائد فلوس الإيه؟ البنطلون. الطاقة اللي خدها تغلب بيها على عائق السطح وزياده هتطلع في صوره ايه؟ كاينتيك انرجي. وبالتالي الترم الثاني هيبقى ذا وبرضه هسيب بياضه واكتب ذا كاينتيك انرجي طبعا اوف ذا الكترون. حلو؟ انا اقدر احط المعادله دي طول ما اكون بتكلم على فريكوانسي اكبر من المينيموم فريكوانسي بتاعه الايه؟ المعدن اللي انا شغال عليه. كويس؟ يعني في كونديشن لكتابه المعادله دي. حلو؟ طيب، يبقى انا شايف ان حاجه بتساوي مجموعه 2 ترمز. لو حطيت ده الترم ده خليته ماكسيموم فاليو يبقى ده هيديني ايه؟ مينيموم فاليو. والعكس بالعكس. يعني انا لو رحت كاتب هنا اللي فوق ان بدل ما اقول عليها مينيموم وبس اقول انرجي وبس اقول عليها ذا مينيموم انرجي، يبقى لازم الترم الثاني تبقى ايه؟ ذا ماكسيموم. يبقى الالكترون اللي هيحتاج اقل طاقه علشان يتحرر من عائق السطح لو حطيت دي مينيموم
يبقى لازم دي تبقى ايه؟ ماكسيموم. يعني عايزين يقولوا ايه؟ ان جوه المعدن مش كل الالكترونات زي بعض، في واحد ممسوك قوي، واحد ممسوك نص نص، واحد كده. لو جبت اقل طاقه، لا يعني اللي هو بقى الالكترون ايه اللي صحته حلوه جوه كويس، فمحتاج طاقه قليله عشان يطلع. فلو اديت، لو حسبت لده يبقى اقدر اجيب منها ايه اقصى طاقه للالكترون اللي طالع. فمعنى كده ان انت الباكج الكبيره دي، احنا انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على 10 اس 26 الكترون بير سنتيمتر كيوب، يعني عدد مهول من الالكترونات. فما اقدرش اقول ان كلهم متماثلين كويس. فنرجع تاني، يبقى المعادله بقت انه ده ذا مينيم، اقل طاقه لازمه لتحرر الالكترون من سطح المعدن، ودي تبقى اعلى كميه حركه للايه للالكترون. لو انه اقل طاقه للتحرر من عائق السطح دي خاصيه من خواص المعدن، خاصيه من خواص المعدن سموها ذا ورك فانكشن. وكلمه ذا ورك فانكشن دي اذا ربنا كرمني لما اجي اشتغل السيمي كوندكتورز بعد كده هقول لكم جت منين، بس خلينا نقول ايه انها خاصيه. خاصيه يعني بتميز كل ماده عن الثانيه، يعني الذهب له ورك فانكشن غير النحاس غير وهكذا كويس. فالخاصيه دي سموها ورك فانكشن. مش وقته ان انا اعرف هي سموها كده ليه، وادوها رمز فاي. تمام، حلو. تعالى بقى ايه نتكلم شويه على الورك فانكشن دي. كل الماتيريالز اللي نعرفها لغايه النهارده كويس، الورك فانكشنز بتاعتها كلهم بتتراوح من 2.1 الكترون فولت لحد 6.2 الكترون فولت بس. يعني المعدن اللي فيه معادن يحتاج الالكترون منها ل 2.1 الكترون فولت علشان ايه؟ لو كسبها يطلع بره الايه؟ المعدن كويس؟ الباقيين كلهم شغالين من 2.1 ل 6.2 الكترون فولت. سؤال بيطرح نفسه، تفتكروا المعدن الغالي تبقى الورك فانكشن بتاعته صغيره ولا كبيره؟ وليه؟ ايه؟ لا قول بصوت عالي واغلط وما يهمكش. المعدن الغالي يبقى الورك فانكشن بتاعته كبيره. ليه؟ ايه؟ طب تعالوا نفهم مع بعض، هي الورك فانكشن دي ايه؟ الطاقه اللي محتاجها الالكترون بتاع المعدن ده علشان يطلع بره المعدن. لما المعدن ده يفقد الكترون هتبوظ الخصائص بتاعته، يبقى المعدن اللي له ورك فانكشن صغير هيخسر الكتروناته بسهوله وبالتالي يبوظ. كل ما كانت الورك فانكشنز بتاعته كبيره كل ما كان ماسك في الالكترونز بتاعته، محدش هياخدها مني كويس، وبالتالي كمعدن هفضل محافظ على الخصائص بتاعتي. عشان كده المعدن الرخيص بتبقى الورك فانكشن بتاعته صغيره، او المعدن اللي الورك فانكشن بتاعته صغيره هو معدن رخيص لانه ما بيحافظش على ايه؟ على الكتروناته وخصائصه. المعدن اللي الورك فانكشن بتاعته عاليه بتبقى سعره غالي علشان بيقدر يحافظ على الايه؟ الخصائص بتاعته. يبقى تتوقعوا البلاتينوم فين؟ البلاتين هنا، هو ده البلاتين. وده ايه؟ ده ماده كده غلبانه قوي اسمها السيزيوم، اظن ان هي 2.11 2.12 حاجه كده يعني كويس. ده السيزيوم كويس.
بس اللي عايز يعمل خلية كهروضوئية بتديله طيار من ضوء صغير يستخدم المادة اللي هنا مش اللي هنا، هو محتاج لدي. فإنما هو كمعدن الناس بتستعمله ايه؟ يعمل دبلة، يعمل عقد بتاع، فمحتاج حاجة ايه؟ تبقى حافظة على رونقها. انما انا عايز اعمل فوتو الكتريك سيل حلوة، انا انزل لها ضوء تديني كهرباء، استعمل مادة الورك فانكشن بتاعتها ايه؟ اللي هي رخيصة كويس بس بتنفذ لي اللي انا عايزه. فالرخيص له فايدة، يعني هو ده حكمة ربنا، انه نزل كل حاجة وانت عايز تعمل ايه؟ اللي انت عايزه خده كويس في ده وفي ده. تخيلوا يعني في واحد يقول لك الله انتوا بتدرسونا فيزيكس ليه ووجعين دماغنا ليه؟ ما تولع المادة ليها ورك فانكشن ولا ملهاش. تخيل انه لو ما كانوش البشر عرفوا الورك فانكشنز بتاعت الماتيريال ما كانوش قدروا يوصلوا للفضاء الخارجي. ليه؟ لان المركبة اللي بتطلع الفضاء فوق ماشية وبتتعرض لإيه؟ الكتروماجنتيك راديشن من كافة البلاوي كويس؟ فلو كان المعدن اللي بيغطيها الورك فانكشن بتاعته صغيرة هتبقى ماشية في الفراغ وعمالة تاخد طاقة ضوئية والإلكترونات عمالة تتحرر والإلكترونز دي قدامها فراغ، فهتعمل إيه؟ هتضطر تترصب على سطح الايه؟ المركبة الفضائية. ترصبت على سطح المركبة الفضائية والمركبة الفضائية دي ماشية كده بتتدلع في الفراغ. بقى في حتة معدن هنا كويس؟ أو شحنة موجبة هنا. فبقى في شحنة عندي سالبة وشحنة هناك موجبة هتديني ايه؟ مجال كهربي. لو المسافة دي صغرت المجال الكهربي لكل وحدة مسافة يعلى قوي، يحصل ايه؟ يحصل انهيار للكلام ده للفراغ. الانهيار ده يؤدي لشرارة طارت الايه؟ طارت المركبة الفضائية. عشان كده بيغلفوا المركبة الفضائية العملاقة دي اللي بتشوفها زي العمارة دي، بيغلفوها من بره ببلاتين. يعني انت يوم ما بتنزل تشتري، او بلاش نقول انت، لما انت بتشتري دبله بلاتين بتبقى فرحانه بيها قوي كويس، بتبقى ب 4000 جنيه ولا 5000 جنيه. ده بيعملوا دي كلها بايه؟ بيحطوها ببلاتين. او ممكن قوي يلجأوا الى كومباوندز داخل فيها البلاتين بحيث انه يخلي التكلفه اقل ما يمكن. بس طبعا البرامج دي ما بيبصوش على التكلفة قوي يعني كويس. ليه؟ علشان دي بتضمن له كده انه سلامة الايه؟ المركبة الفضائية من ان يحصل ايه؟ انهيار تاني. نرجع تاني لمعادلتنا، خدنا معلومة في النص زي العسل كويس. نرجع تاني هنا، يبقى الطاقة اللي بيكتسبها الالكترون من وان فوتون اللي هي اتش نيو بيستغلها في ان هو يتغلب على عائق السطح. في المعادلة حطينا أقل طاقة محتاجة علشان يتغلب على عائق السطح اللي عرفناه بالورك فانكشن. الترم الثاني هو الكاينيتك انرجي الماكسيم، يبقى الترم الثاني ده الكاينيتك انرجي الماكسيم. طيب ابتديت أحط إيدي شوية على المعادلة، عايز بقى إيه؟ أعملها زي أي معادلة رياضة وابتدي إيه؟ اشتغلها. هتقول لي الله انت بتكلفتنا يا عم، انت ما قلتش ايه كاينيتك ايه. حاضر هقولها بس بالراحه شويه كويس، حته حته. اول من ايه؟ لا لا، جوه المعدن في الكترونز محتاجه طاقات كويس، بس المعدن الواحد في مينيموم انرجي تقدر تطلع منه الكترون كويس حلو. في الكترون تاني محتاج ايه؟ طاقه اكتر شويه، مش هيطلع. انما انا بحط المعادله على اساس ان انا بجيب المينيموم انرجي اللي محتاجها الالكترون ده، هو ده اللي هيطلع بايه؟ باقصى كاينيتك انرجي كويس حلو. اللي جنبه
لو هو طاقته عالية شوية كويس وخد الطاقة دي بتاعت الفوتون كويس، آسف لو هو طاقته قليلة شوية فمحتاج طاقة أكتر عشان يتحرر كويس، فهياخد طاقة أكتر يتحرر يطلع بكينيتيك انرجي أقل. تو الكترونز جوه المعدن، ده ممسوك قوي وده ممسوك بس مش قوي. حلو، انت نزلت فوتون كويس، حلو، بس الفوتون ده الانرجي بتاعته اكبر يعني قادره انها تحرر الاثنين، يبقى ده هيسدد الورك فانكشن بتاعه المعدن والزياده بتاعته تطلع في صوره ايه؟ كاينيتيك انرجي. ده هيسدد الزياده بتاعه اللي هي الورك فانكشن وشويه الطاقه اللي هو ناقصهم كمان لان هو ممسوك زياده، فهيحتاج يطلع لهنا بس، فهيطلع بكاينيتيك انرجي اقل من ايه؟ من ده. ايه ده؟ ايوه انت بتتكلم على انا ما هو الالي، لا مش كده، الالكترون الواحد هو الفوتونات نازله، الالكترون واحد بياخد الطاقه بتاعت فوتون واحد بس لقمه واحده. لا علي حسك شويه معلش. لو الطاقة ايه؟ بتساوي الورك فانكشن بس، هيطلع الالكترون يقف على سطح المعدن. لا لا لو في فرق جهد هيعدي هيشده هيكتسب، هتبقى هنا لو كاينيتيك انرجي بزيرو بس لو بوتنشال انرجي كويس؟ فهتبتدي البوتنشال انرجي دي تتحول لكاينيتيك انرجي، ويبتدي وهو ماشي كده البوتنشال انرجي بتاعته بتقل والكاينيتيك انرجي بتاعته بتزيد كويس لحد ما يوصل لهنا. بس الكلام ده لو كانت البوتنشال انرجي دي كافيه ان هي تنقله، بس هتبقى كافيه اكيد يعني عند الفريكوانسي ايكوال زيرو في تيار كتكوت صغير بيعدي. الدنيا مش بالسحتوت كويس، يعني لما اقول لك انه ان الفريكوانسي بتاعت الورك فانكشن بتاعت الكابر 4.2 الكترون فولت، تقوليش بقى انا هنزل ضوء كابر 4.2 الكترون فولت ومستني منه تيار، هيبقى في تيار ما تقدريش تحسيه بالاجهزه بتاعتك كويس. حلو، انما نظريا في الكترون متحرر، نظريا في تيار صغير قوي، اقل من دي بسنه مفيش تيار، فوق دي مسنه في تيار، فوق بقى دي اكتر هتبقى في تيار اكتر. للاسف التجربه دي بتتعمل في المعمل، انا لو منكم واحنا وانتوا واقفين في المعمل مع زمايلكم اللي بيعملوا يعني هو منزل الجدول بتاعكم في طيران انه التجربه دي مش عليكم تعملوها معمليا، انما عليكم تعملوها تتفرجوا على الفيديو كده كويس، وممكن وانتوا واقفين هناك بصوا بس على الاجهزه، الاجهزه ما فيهاش حاجه خالص. الاجهزه فيها لمبه، اللمبه دي بتطلع ضوء مركب، حاطين قدامها فلتر، الفلتر ده بايه؟ بيعدي اطوال موجيه مختلفه. بتشغل الدايره بتاعتك لحد ما ينزل التيار لصفر، بتقيس الستوبنج بوتنشال. وبترسم العلاقه ما بين الستوبنج بوتنشال والفريكونسي اللي هي العلاقه اللي احنا رسمناها. ادي التجربه. وبالتالي انا لما اجي في المعمل امتحان المعمل همتحنك فيها، لان بيجي عليها سؤال سهل قوي هتعرف تحله كويس. ماشي، برضو مش عايزين نقول اهم الامتحان، خلينا احنا بنتعلم دلوقتي. نرجع تاني، خلاص انا بقيت دلوقتي قادر ان انا اكتب المعادله نص نص، نص كلام ونص ايه؟ رموز كويس. وفي حته الدكتور بتاعنا كلنا وما شرحلناش، حاضر. حد عايز حاجة من الدايرة دي؟ همسحها بقى وابتدي ايه؟ استغل الدايرة، انا هشتغل رياضة عشان اوصل للمعادلة بتاعة اينشتاين. هو قال الطرف الشمال الطاقة اللي بيكتسبها الإلكترون من فوتون اللي هي اتش دي يو بتساوي
الورك فانكشن بلس الكاينيتيك انرجي الماكسيم. في شرط لكتابه المعادله دي؟ اه في شرط، انه لازم اتش نيو دي تبقى اكبر من او الليميت الرياضي انها تساوي الفاي. ماشي، ده ليميت رياضي، ومعنى كده ان لو اتش نيو ساوت الفاي تبقى كاينيتيك انرجي، يبقى هو طالع بكاينيتيك انرجي كام؟ صفر. ماشي، يبقى معنى كده انه الفاي كخاصيه ممكن تاخد نفس الايه، نفس الشكل الرياضي، يعني تبقى بتساوي ثابت في فريكوانسي، بس بما ان الفاي دي بتتغير من ماده للتانيه، كويس، يبقى الفريكوانسي دي هتبقى مقدار ثابت بس بيتغير من ماده للتانيه، فهنبتدي نديها ايه، ما هو اكبر من ايه، من فاي، يعني تبقى اللي هي إيه على في التجربه اكبر من ايه، الفريكوانسي تبقى اكبر من ايه، من الثريشولد فريكوانسي، يبقى لازم ايه اتش نيو دي تبقى اكبر من او بتساوي اتش نيو نود. دي الورك فانكشن، وبقى الكورسبوندنج ليها الثريشولد فريكوانسي، وبقى الكونديشن الرياضي انه الفريكوانسي اكبر من الثريشولد فريكوانسي. يجي في الامتحان يرزعك سؤال يقول لك في التجربه دي مش عارف ايه، وعمل ويحكي لك وبتاع، احسب لي مش عارف ايه لما تبقى الفريكوانسي بتساوي كذا. اول حاجه تعملها تحسب الايه، الثريشولد فريكوانسي بتاعت الماده دي. والله لو كان مدي لك الفريكوانسي اكبر من الثريشولد فريكوانسي هبتدي ايه، ادور على الارقام. لو الفريكوانسي اقل من الثريشولد فريكوانسي يبقى اساسا مفيش ايه، تيار. اوكي، اوعى يضحك عليك. كويس، طيب حلو، يبقى ارجع بقى احضر احسس ان المعادله شويه، تبقى اتش نيو بتساوي اتش نيو نود بلس الماكسيموم كاينيتيك انرجي. يا عم انت عمال بتهرب من دي ليه؟ ماشي، حليت كده، بقت حلوه كده لغايه هنا، فاضل لي الحته دي. تعالى بقى نفتكر مع بعض التجربه كده اللي عملناها على التخته مع بعض، حكايه رسم العلاقه ما بين التيار وفرق الجهد. وعرفنا انه في ماكسيموم ساتوريشن فاليو، وبعدين بينزل هنا عندي ايه، الستوبنج بوتنشال في نوت. تقول ايه اللي جاب بشكل الكلام ده؟ انا عارف هنا انا بتكلم على تيار، تيار بسبب ايه، حركه الكترونات، والالكترونات شحنتها ايه، سالبه. ماشي، واحنا هنا بنتكلم على الماكسيموم كاينيتيك انرجي للايه، للالكترون، وانا عارف ان الالكترون وهو شغال بيتحرك جوه الفوتو الكتريك سيل، الطاقه بتاعته بتتحول من كاينيتيك انرجي الى بوتنشال انرجي، والعكس بالعكس. يعني لما اكون بتكلم على الماكسيموم كاينيتيك انرجي يبقى انا بتكلم على الماكسيموم بوتنشال انرجي، انه اقصى بوتنشال انرجي هتتحول الى، يبقى انا لو عرفت احسب الماكسيموم بوتنشال انرجي ممكن اعوض بيها على طول هنا، مش كده؟ حلو، طب بص كده، هي البوتنشال انرجي بتاعت الالكترون بتساوي ايه؟ بوتنشال انرجي عموما بتساوي ايه؟ ايوه، انا عايز اسمع، في حاجه غلط بتتقال عايز اسمعها عشان خاطري اعلي حزه. اللي بيقول غلط قول، جميل قوي، ما هو الغلط ده هنتعلم كلنا. ام جي اتش، الراجل ده ممتاز، كل معلوماته عن حركه الاجسام، فعارف كتله في العجله في الارتفاع يديله ايه، يديله بوتنشال انرجي. ده الكلام ده لما تبقى بتتكلم على اجسام بتتحرك في مجال جاذبيه، انما لما بتتكلم على شحنه كهربيه بتتحرك في مجال كهربي يبقى البوتنشال انرجي بيساوي ايه؟ 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 اي ايه؟ اي في ايه؟
ايه؟ اي في ار؟ اي في ار ار ريزيستنس؟ لا لا، انت كان تعريف البوتنشال من سكه تاني كان اقول لك هو الشغل المبذول لنقل وحده شحنه من ما لا نهايه لحد النقطه ضد القوه الكهرستاتيه. يعني كان الجهد ده تعريفه هو شغل لكل وحده شحنه، تضربه في شحنه يديلك ايه؟ شغل. يبقى البوتنشال انرجي في وجود المجال الكهربي بتساوي الشحنه في الجهد، شحنه في جهد تديلك ايه؟ بوتنشال انرجي. خلاص. يبقى انا كراجل انا دايما هكلمك على شحنات، يعني ما فيش حاجه في الكورس عندي هتكلم على كتل بتتحرك في مجال الجاذبيه، هتكلم على شحنات في وجود فرق جهد. كويس. ويمكن في اخر المحاضره بتاعه الريلاتيفيتي المره اللي فاتت لو انتوا تابعتوها كنت بتكلم على الفري بارتيكل اللي هي لو مش متعرضه للالكتريك فيلد والبوتنشال انرجي بتاعتها بايه؟ بزيرو. كويس. طيب فتعالى بص في الحته دي الجهد موجب وفي الحته دي الجهد ايه؟ سالب، وشحنه الالكترون ايه؟ سالبه. سالب في موجب هيديلك بوتنشال انرجي بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى في الحته دي الى ما شاء الله البوتنشال انرجي بالايه؟ بالسالب. في الحته دي الجهد سالب وشحنه الالكترون سالبه، تبقى الحته دي البوتنشال انرجي بالايه؟ بالبوزيتيف. ودي النقطة اللي عندها أقصى جهد سالب بنتكلم عنه، يبقى النقطة دي اللي بتديني الإيه؟ البوتنشال إنرجي الماكسيم، اللي هي هتساوي مقدار شحنة الإلكترون في الستوبنج بوتنشال. خلصت المعادلة. يبقى أنا أقدر أكتب اتش نيو بتساوي اتش نيو نوت بلس إي في الستوبنج بوتنشال في نوت. نعم يا باشمهندس. ايه؟ اي جسم بيتحرك في مجال في اي حاجه الطاقه بتاعته بتتحول من ايه لايه؟ طب لما تعرف ان البوتنشال انرجي بتاعته اقصى حاجه ليها كذا، تبقى كاينتك انرجي الماكسيموم بتاعته بكام؟ هي. فانا عندي تجربه معمليه اقدر احسب منها البوتنشال انرجي الماكسيموم. مش قادر احط حاجه جوه البتاعه دي واقيس السرعه بتاعته واشتغلها. ممكن الحته بتاعت بوزيتيف ونيجاتيف دي البوتنشال انرجي بتساوي ايه؟ شحنه في جهد، وشحنه الالكترون ايه؟ سالبه. انت الجهود هنا عندك ايه؟ سالب في موجب يدي لك ايه؟ سالب. تبقى دي بوتنشال انرجي بالسالب، ارميها الناحيه دي. الجهود بالايه؟ بالسالب. في شحنة الالكترون السالبة هتدي لك ايه؟ بوتنشال انرجي بالموجب. اقصى قيمة سالبة هنا للفولت هي دي، يبقى دي هتدي لك اقصى قيمة للبوتنشال انرجي اللي هي بتساوي الماكسيموم كاينتيك انرجي. نعم. قلت له هو الحتة دي ستريت لاين؟ ايه؟ الحتة دي المفروض ستريت لاين؟ اللي هي الحتة اللي النيجاتيف؟ لا. ولا كيرف عادي؟ لا كيرف عادي. لا كيرف برضه عادي. ايه اللي هي ايه؟ ايوه، ما هو ده العلاقه ما بين التيار وفرق الجهد، علاقه مش لينير. لا ممكن نعمل لها لينيرايزيشن بس هي مش لينير. كويس. قول في ايه بقى؟ ليه ايه؟ بص لو مركز معايا قلت لك بتقارن الاثنين دول ببعض، مش كده؟ بتقارن قوطه بقوطه. كويس. يبقى دي لازم ممكن تاخد رياضيا شكل ايه؟ الترم ده. مش بتقارن حاجتين ببعض، دي اكبر من دي. هل دي ممكن احطها بنفس الصوره الرياضيه دي؟ انها بتساوي اتش اللي هو ثابت في فريكونسي، بس ده مقدار ثابت لكل ماده. يبقى هتضرب في فريكونسي ثابته لكل ماده، الفريكونسي دي هي دي الثريشولد فريكونسي لكل ماده. ماشي. ها؟ ايه؟
يا ابن الناس الطيبين دي بوتنشال انرجي ودي كاينيتك انرجي، دي اسمها انرجي ودي اسمها انرجي. يا سلام الكترون شحنه في جوه تدي لك انرجي بوتنشال انرجي، دي جول دي جول دي جول، دي الكترون فولت الكترون فولت مش الالكترون فولت دي وحده شحنه وحده بوتنشال انرجي، الكترون في فولت عايز ايه تاني؟ ده دي اللي واضحه قوي ان هي بوتنشال انرجي كويس. بس شايف المعادله الغلبانه دي؟ المعادله دي تجيب لك ربع امتحان المعمل وتقريبا مثلا قول ربع امتحان الميد ترم وسبع امتحان الفاينل، المعادله دي بس. ايوه بس يعني حكايه انك انت تجيب حتى تقدير في الفيزياء مش مشكله، والمعادله ما فيهاش صعوبه. يعني ايه الصعب اللي فيها؟ بص في المعمل بيعملوا ايه؟ يقوم جايب لك الفينوت في طرف والباقي كله في طرف كويس؟ على فكرة المفروض ان انا كنت اخد حاجة على كتابة المعادلة بالطريقة دي، لان كتابة المعادلة بالطريقة دي مش هتلاقيها في اي مرجع كويس، بس ما بيدونيش حاجة وانا مش عايز حاجة. بقولك في المعمل بيقوم جايب المعادلة دي جايب الفي نوت في طرف والاتش والباقي في طرف، فبتبقى الفي نود بتساوي اتش اوفر اي في نيو ماينس نيو نود. بص انت في المعمل بتعمل ايه؟ بتدرس ظاهره، واي ظاهره في الدنيا بيبقى داخل فيها، انا بشرح معمل دلوقتي كويس عشان ما حدش يقول لي انت بتجيب امتحان المعمل بتاع طيران صعب ليه؟ لان انا اللي بشرح لكم معمل كويس، الناس الثانيه مش يعني مفيش حد بيقول لهم الكلام ده. فأي أي علاقة في الدنيا أو أي علاقة يعني أي ظاهرة في الدنيا بتحكمها علاقة ما بين متغيرات، أي ظاهرة كويس؟ يعني القميص اللي الواد ده لابسه داخل ظاهرة داخل فيها إيه؟ القماش والمكنة والمصمم كل دي متغيرات طلعت المنتج ده. غير المصمم بتاع القميص ده هيبقى القميص حاجة تانية خالص، اوكي؟ أي طبخة بتعملها بيبقى داخل فيها مجموعة لا نهائية من المتغيرات، السمنة والملح والفلفل، أي متغير من دول يأثر على المنتج الأخير اللي أنت بتقدمه. إحنا على مستوى الأندر جرادويت بنحاول نشوف لكم في المعمل ظواهر ما يبقاش داخل فيها الا متغيرين بس، واحد مستقل والتاني تابع. تغير المستقل بايدك وتقيسه، ووفقا لتغيره بيتغير المتغير التابع وبتقيسه، وبتاخد مجموع القياسات دي وبتبلوت بيها جراف. على مستوى الاندر جرادويت بنحاول نشوف لكم ظواهر العلاقات ما بين المتغيرات، يا اما تبقى لينير يا اما تقول الى ان هي لينير كويس، بحيث انك لما بتاخد القياسات دي بتقدر ايه توفق بيها خط ايه مستقيم. من الميل للخط المستقيم ده بتطلع فيزيكال كوانتيتي ما تقدرش تطلعها بدون اجراء التجربه. باشمهندس باشمهندس انزل تحت انزل تحت انزل تحت، بعد كده انا هزعلك انت وانا شغال محاضره محدش يطلع هنا. هو البريك خرج بتاع لا قولي له قولي له لا استنى ما يخلص المحاضره يا اما يقعد مؤدب. انا خلاص خلصت. فبتبقى العلاقة
لينير ما بين الفي نود والفريكوانسي. كويس؟ اللي هي العلاقة اللي أنا شرحتها في النظري من شوية، إن العلاقة ما بين الستوبنج بوتنشال والفريكوانسي بتبقى علاقة لينير وبتقطع هنا عن النود. يبقى السلوب بتاع الخط ده يبقى بيساوي H over E. يبقى الحتة دي هي السلوب. تمام؟ كده أنا خلصت الموضوع. إن شاء الله دلوقتي على طول هنشتغل على السكشن ونشوف بقية التجربة.